تصعيد إيراني واضح على أمريكا، بدأ نظام الأسد وإيران بحشد عشائر كردية ضد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، تزامنا مع توجيه النظام رسائل إلى مجلس الأمن تحمل في طياتها إنهاء وجود القوات الأمريكية في الأراضي السورية. وفي خطوة لسحب بساط الأكراد من الولايات المتحدة، اعتبر مستشار المرشد الإيراني علي أمير ولايتي مباحثاته مع الوفد الكردي هي بمثابة ما أسماها الرد الصاحق على ادعاءات واشنطن بوقوف الأكراد إلى جانبها شرق سوريا، إذ قال ولايتي إن العشائر الكردية السورية هي من سوف تطرد القوات الأمريكية في شرق الفرات شمال سوريا، خطوة يرى مراقبون فيها على أنها جاءت على خلفية الضربات الأخيرة التي تلقتها المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا، إضافة لزيارة وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الشرق أوسطية لحشد الجهود ضد إيران، زيارة استهلها من السعودية وأنهيت في العاصمة الأردنية عمان وسط توقعات بقرارات أمريكية وشيكة تتعلق بالاتفاق النووي مع إيران. تلك التطورات تفتح وفقا لمراقبين الباب على سيناريوهات جديدة قد تستخدمها إيران في سوريا ضمن محاولاتها الدائمة لمد نطاق احتلالها ومنحه صفة شرعية.